الحمد لله رب العالمين. إذا شوف كل كلمة نذكرها الله. إحنا أسلام ما بيفرق بيناتنا. كلمة ديمقراط تشمل كل المسيحي أرملة ما بيفرق بيناتنا خالص. اللي يسوي تفرقة بين الحرام. وإحنا ما إحنا والحرام إن شاء الله طريق مشان مدنية. فرق علي شلون؟ لأنه غاية ولا شيء ما. أنا إلي غاية أحرر بلدي. الحزردت لنا الحياة. داعش منت رايحنا على الدكتور بدش معاش محرم. جينا منتي لابسة نقاب، منتي لابسة لباس شرعي، انتي ما ادريش لابسة، انتي ما تروحين احرمونا. حتى رحت الدكتور والله العظيم مرضانين ما عاد نستجري الروح. داعش يعني معاملة سيئة، يعني ما فينا نوصفها، يعني سيئة كثير. معاملة المرأة شيء سيئة بدرجة، يعني صعبين مع الناس كلها، مو بس مع الطفل، مع المرأة، مع كل شيء. المرأة إذا بيموت الواحد إذا ما معها محرم ما تطلع، يعني إذا ما معها يكون مرافق ما تطلع، أو أبوها أو أخوها. بيكون جوزها ماشي بالشارع بيجلدوها، ما جوزها ما بيستجري يحكي معها حدا، يعني هانا النسوان كثير، يعني بهدلون كثير على طول مغطيين. يعني إذا عيوني طالعات خلاص غطي وجهك لعنك الله متبرجة، هذا اللي يحكون لي، يعني لعنك الله على طول. الكلمة هذه على طول لابسين أسود، بس جيت من تمر بسنا جردانة حمراء بسنا ملون. أتفرج عليكم على التلفزيون لأنه كان التلفزيون ممنوع. كنت أحلم أني أشوفكم، أقول بنات والله ما صلي على النبي عليهم قاضبات بواريد تعي يحمن هالبلد، وإن شاء الله الله ينصركم. أول شيء بعرف عن قوات سوريا ديمقراطية، اسمي نرويش إبراهيم شيخ محمد من منطقة الأبيض. نحن أول ما جينا اقتحمنا هالقرى، هذول المناطق هي كلها كانت الحالة المدنية حالة سيئة جدا، وبعد ما والحمد لله بعد ما حررنا كل هالقرى كل النواحي صارت حالة المدنية على أحسن الأحوال. كل وقت له تغيرات، فهمت علي شلون؟ احنا كنا محكومين للجهة يعني بدنا نخضع سيطرتهم الكاملة، ما نقدر نناقش، يعني كل شيء ما نقدر نناقش. يعني عندك بدك شيء خط بدك تمشي عليه، ممنوع لا تروح لا يمين ولا يسار، فهمت علي شلون؟ يعني حاليا حتونا اشتمينا ريحة الحرية، وأملنا بكم كبير يعني، واحنا تنزحنا من بلادنا تنصير بالمناطق المحررة، والحمد لله تحررنا عد ما نزلنا. هاي صورة تعبر عن اللي احنا فيه، يعني شنو اللي نقولهم؟ والناس يعني 99% كلها تريدكم، هاي قطع. استقبلونا والأهل وسهل ورحبوا بنا، عملوا أهلنا وناسنا، ونحن ما عندنا فرق لا بين عربي ولا بين كردي ولا بين درزي ولا بين عجمي، كلنا أخوة وكلنا إيد بيد، كلنا على الخرازير والدواشر. حياك الله. أظل طلع. ظل بين. ظل مبين. أنت والشباب مش تحتاجون، مش تلزمون، إحنا بالخدمة. أهم شيء تبينون ها. أيوه.